حلوك ميلاد مجيد هيدا هو العيد لكل الأعمار فرحوا كبار صغار دين دون دين دون صوات بكل الكار رنة بتسمع نجوم السما بتجمع الفرح جو من المرح غنيها سوا ويحمل هالهوى جوهات الميلاد مع فرح الأولاد يتمنوا السلام منشود الكلام خبرنا حكاية ما إلها نهاية بيمل الزمان الله صار إنسان دين الهلل هلل هللو يان دين الهلل هلل هللو يان رني بهالليل بكل صوب ومي خلي النغمة تفوت عكل ليل ميول رني يا شخص معي كل الناس رني بألحان كل الألوان ميلاد مجيد هيدا هو العيد لكل الأعمار فرحوا كبار صغار دين دون دين دون صوات بكل الكار رنك تسمع نجوم السما تجمع الفرح جو من المرح غنيها سوا ويحملها الهوى جوهات الميلاد مع فرحة أولاد يتمنوا السلام منشود بكلام خبرنا حكاية ما إلها نهاية بيمل الزمان الله صار إنسان دين الهل 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 الويان دين الهل 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 الويان رني بهالليل بكل صوب ومي خلي النغمة تفوت عكل ليل ميول رح نضل نشوف هالترتيلة الحلوة ونسمع الصوت أكيد تحت صوتنا كمان لآخر الغنية إنما بسرنا نرحب بطوني البايع مدرب الصوت يلي مثل ما عم شوف هون أهلا وسهلا فيك ينعاد عليك أربع أصوات يلي هن بالطبقات الصوتية لما الواحد بده يرنم أو يغني كاتروفوا غنية عالمية اللي هي كارول أوف ذا بيلز نعم نقول أول شيء صباح خير لكل المشاهدين ونعد عليكم وميلاد مجيد وعليك كمان هالأغنية اللي هي دقي يا جراس اللي هي أساسا لحن لكارول أوف ذا بيلز اللي متغنى من أكبر كورالات وأكبر جوقات وأكبر أوركسترات بالعالم نيكولا ليون توفينش صحيح هي لحنه اسمعي بس هي سنة 1914 سنة 1914 بس هي الأصل لحن أوكراني يعني فولكلوري وانت بتعرف مش بس اللحن الأوكراني أي فولكلور هو ثلاث أربع نوتات وبينعادوا يعني هو التام بام بارارام بام بارارام بام بارارام بام بارارام بس هذه هي هو اخترع وعمل تركيبة فوكلز هلا كمان في رجع ناس تانيين عملوه بس هو سنة 1914 هو اللي اشتغل على هذا الشيء حلو وتطورت وصارت تنتقل من محل لمحل هيدا أول مرة منشوف الكليب عبر اكسكلوزيف عبر الأو تي في أجندة نشكركم نشكرك أهلا وسهلا فيك كمان بدنا نقول إنه مثل ما عم نشوف بالمونتاج إنه كل ما عم بتزيد صوت عم نشوف شخصية جديدة 100% مشان هيك نحن كنا مضطرين نعملها بأربع شخصيات تتفهم العالم غير سنة فيها ناخذها كمان اكسكلوزيف نكون مع جوقة بنات وشباب وكمان نقسمهم لأربع إكيبات بس حبيت هيدي السنة أعمل هيدي الفكرة أنا والحمد لله ساعدني بالتصوير ميشيل عبد الله ومش أول مرة نتعاون سوا واللي عم بدق معي على الجراس هو نبيل ملكي هو استاذ بيعزف على جراس الوحيد بلبنان تعرفت عليه قبل بيومين كيف الله دبر حقيقي يعني جرس حقيقي بيعطينا الدو بيعطينا الري بيعطينا السول عنده شنطة علب علبة جراس كل جرس بيعطينا يعني بيعطينا نوتة معينة بيعطينا الدو ريمي نحن كنا بحاجة للسول لا صلفة لا صلفة إذا عم تشوفه عم بدأ عجرس أنا ماسك الفا عندي صعبة على البيانو صعبة كيف بجرس هي عالميا في كتير محلات على اليوتيوب إذا بتنبشوا في بدأ شخص على بيانو بيترافق معه بالجراس بيكون حطتهم هيك مثل كتير كتار مع بعض بيصير يدقدم نعم خلينا نقول يا ريت بحضرونا بالرجية هلأ بعد شوي نهاية الكليب خلينا نشوفه بس يصير جاهز أكيد لحتى نحكي عنه ما في مشكلة إنما قبل أداء لك أنت هيك بتمجد الله بصوتك سنين من أنا وصغير بس أنا ابتديت بكورال ابتديت من ابن 18 لما حسيت أنه أنا بلشت الموسيقى تعنيلي وما بدي أعمل لا حكيم ولا بيولوجي ولا 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 فبلشت أشتغل على الموضوع فت بجوقة كنيسة السادس النرفيل واللي بوجه لهم دايما تحية كبرت وربيت معهم بعدين انتقلت ليسوع فرحي والأجابي نعم. أجابي بالتحديد بكرة عندنا كمان كونسير بكنيسة السادس النرفيل نعم. برعايتي وصرت بالجوقات
هيدا اخر ال لا هيدا تقريبا نصه. نحن خلينا نشوف بس بدك نسمع لنا ايه. ما في مشكل فينا نسمع شو او لا بكفيلك بقول لك انه سهيل ابو رجيل اللي كتب الكلام استوحى من كارول اوف ذا بيلز يعني جراس وعالم وكبار صغار وفرحه. الحلو بهيدا الشيء ومع كمان يمكن ميشيل مساعدنا هي انك تفرح والتقطيع انا اللي كان بدي اياه مع ميشيل يكون عم بيتقطع على الموسيقى مشان هيك في تقطيع سريع يعني الواحد بده يركز. خلينا نقول توني البيع كمان رح تشوفوه بحلقه خاصه ميلاديه زورهم ببيتهم مع الجوقه كمان يلي كانت كلها مش شبيبه يلي بيدخلوا الكنيسه وبيتعاونوا مع الكنيسه وبمجدوا الله من خلال صوتهم. صحيح. واللافت صبيه رح تشوفوها بهالفرقه ما رح نحكي عنها هلا رح تشوفوها شو كان عندها وليش كانت عم بترتل ضمن الجو. حسيت انه تأثرنا كلنا بس خلينا نشوف. عبد الله شاهين للآلات الموسيقية هولي الجراس لا الجراس لا الجراس لنبيل الأستاذ نبيل لا عم قول هولي الجراس ايه طبعا طبعا صحيح صحيح كمان لازم ما ننسى ستو اللي أنا سجلت عنده واللي كتير تعبته لأنه كل رنة جرس أنت بتعرف إذا كتروا الجراس تتعب فكنا بدنا نحدد وين بدنا دق جراس حقيقية تتكمل الغنية الحمد لله. يعني قعدنا شهرين أنا شهرين شغل على الغنية. حلو. جديد توني البيع هلأ شو؟ أنا بدرب صوت عندي دايما تلميذ في بإذن الله إن كان ببرامج إن كان تلميذ بعلم يعني فيها بس خليص الموجز مثلا تروح أكيد نتالي أكيد أنا بشتغل مع كتير مزعين مع الأولاد أو مثلا نقرأ بطريقة أفضل أكيد القراءة والإلقاء والنفس وكله مع بعضه. نحن بتمنى لك كل التوفيق ينعاد عليك ينعاد عليك ضلك بصحتك حتى دايما تعطي هالأشياء الحلوة إذا الله بريد ومثل ما قلت بننطر من المشاهدين يحضروا ليلة العيد لأنه شيء مؤثر وحلو كتير. شكرا لك توني البيع مدرب الصوت أهلا وسهلا فيك خليك معنا.